إنه عملية تجميل الأنف أقدم عملية تجميل بالعالم؟ يعني يا دكتور أقدم من عملية الزايدة؟ أقدم عملية تجميل عملوها. يا حزرك، مين أول مين عملها؟ مين يعني؟ معروفة الأمريكان؟ لا لا سيدي، لا، الهنود. وشو اللي خلى الهنود يسبقوا العالم كله بهالعملية هاي؟ لسبب مهم. أيها الطبيب المعظم سوسيرتا، لقد حضرت إليكم نيابة عن أخي جمشيد. ولماذا لم يأتي معك؟ إنه يخجل التجوال ولا يخرج من بيته من يوم قطع أنفه. فهمت، لقد اتهم بالزنا. نعم يا سيدي، يريد أن يرقع أنفه المقطوع. نعم، حتى يتمكن من العيش كبقية المواطنين وبدون حد. أنا جاهز لإجراء العملية، ولكن... ولكن ماذا؟ لا أخفيك سرا، إنها عملية مؤلمة، لأننا سنقطع قطعة من جلده، وعليه أن يتحمل الألم. ومن أي مكان ستقطع القطعة؟ من الرتفين. أليس هناك عقار لتخفيف آلام قطع الجلد واللحم أيها الطبيب؟ للأسف لا، ولكي نخفف الألم سنقوم بضرب المكان الذي سنأخذ منه قطعة جلد ضربا مبرحا حتى يحمر ويتورم ويفقد الإحساس، ثم نأخذ قطعة من الجلد وما تحتها من الشحم. يا إلهي، هل يستطيع تحمل كل هذه الآلام؟ أرجو ذلك، قد يغيب عن وعيه من آلام الضرب والقطع، ولكن أتمنى أن يتحمل الألم لنرقع له أنفه بشكل جيد وشبه طبيعي. إن الذي يكاد يقلقني أن لكل جريمة جزاء وعقاب، إما بالغرامة أو الجلد أو الإعدام أو السجن فترة معينة. إلا الزنا فإن عقابها يبقى أثره في وجه المرأة والرجل طيلة الحياة. صحيح أنه عقاب مؤلم جسديا ومعنويا واجتماعيا، ولكن هذا القصاص كفيل بأن يقلل هذه الجريمة الأخلاقية المنافية للدين والتقاليد، والأمل كبير بالقضاء عليها نهائيا. وهيك بدت عمليات تجميل الأنف، وكانت عملية مؤلمة، بس هلأ الحمد لله بعد عمليات التخدير خفت الآلام، وأصبحت عمليات تجميل الأنف اختيارية بدون جريمة.